الكباية صار لونها أسود على لون الزفتة. حطت إيدها على وجهها كأنه بتخبي في وجهها عن الكف زي ما تشوفوا. أتوقع إنها تطلع لسانها تصطاد من خلال لسانها. ذكية جدا، عينها تتحرك مع أي حركة قبالها. أحاول أستفزها، شوف شو بدها تسوي. صوت المكنسة. فتحت فمها، شايفين كيف فتحت فمها؟ يما انا تخيلتها حية، انا بتخيلها حية كأنها فاتحة فمها وبتطلع في صوت. هي مسكت العصا بإيدها، يبدو انها بتتحكم اي اشي ممكن تمسكه. طلع تلاحظ اصابعها كيف مسكت العصا. حملت حالها على ظهر العصا، انا خايف اقرب منها كمان بلاش تطلع اشي من فمها. مش راح اقتلها طبعا، بس راح ابعدها بلاش تتشعلق السيارة في الموتور. ابعدها على الشجر، بس بدنا نحطها قبل ما نبعدها، نحطها على الورق الاصفر نشوف شو لونها بصير. هاي تلون، شوف شو بصير لونها على الورق الاصفر. هلا كانت بنية على لون الزفتة، الحين بنشوف لونها شو بصير. بس بدي اوقفها لانها هربت هربت. حاول تهرب. استنى نشوف لونها اذا بتغير، يصير لون اصفر بلون العشب اللي هي موجودة عليه. طبعا عشان تختفي هاي ميزة سبحان الله فيها الحرباية، الحرباية المتلونة. هي مركزة معاي بتفتح فمها. عضت المكنسة، عضت المكنسة. لا تدخل السنسل. فاتت في السنسل، تخبت.